السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة بوزتبا، جينا نصور مشروع. المشروع فيه شقة غرفة وصالة، وشقق ثانية برضو، بس حاليا شاغرة شقة غرفة وصالة مساحتها 80 متر مربع. الخدمات اللي موجودة في المجمع زي ما تشايفين المسبح، ألعاب الأطفال، تحت المسبح فيه محلات تجارية، مواقف للسيارات، يعني مجمع متكامل. بالإضافة إلى ذلك عندنا مسطحات خضراء وجلسات عائلية زي ما انتم شايفين. يعني مجمع جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. بداية مدخل المجمع المواصلات يوصل لها، يعني مجمع مخدوم بكل الخدمات. تعالوا معنا نشوف تفاصيل الشقة مع بعض. وصلنا الدور الثامن، زي ما احنا ملاحظين عندنا في كل دور 6 شقق، عندنا 3 شقق الطرف هذا وعندنا 3 شقق الجهة هذه، وفي ايضا مصعدين في كل بناية. ميزة المجمع الغاز الطبيعي، واصل الغاز الطبيعي في كل البناية في كل المجمع. عندنا الشقة هذه شقة رقم 52، شقة غرفة وصالة مساحتها 80 متر مربع. أول ما نخش الشقة عندنا هنا على اليمين وانتو بكرامة دورة مياه، عندنا هنا المغسلة، هذا المروش والكلوزيت وانتو بكرامة، يعني حمام متكامل. الصالة لها مخرج للبلكونة، وميزة الصالة انها مفتوحة على المطبخ، يعني المطبخ مفتوح نظام امريكي على الصالة. عندنا مخرج للبلكونة من الغرفة ومن الصالة ايضا. بجوار الصالة عندنا الغرفة هذه، فمساحة 80 متر مربع جيدة لغرفة وصالة. تعالوا نطلع على البلكونة، عندنا مساحة البلكونة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، جاي على شكل نص دائري، وطلالة البلكونة على الطبيعة. المجمع في منطقة بوزتبا، يعني المنطقة مخدومة كل خدمات من سوبر ماركت، مواقف للسيارات، مسبح، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية، كاميرات مراقبة، يعني كل الخدمات متوفرة، حتى الباصات يجي على بداية المدخل، بداية مدخل المجمع. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.